طيب بتقول بقى والدتك كل حاجه في حياتك، اول صحيح. خناقه عشان قالت لك اوعى تخلي حد يضربك. اوعى تخلي حد يضربك، ففضلت دي حاجه لانه موجوده في اتضرب، حياتي. هو اتضرب قبل كده وهو صغير، فدي كانت بالنسبه لي قاتله يعني، لان انا ما كنتش بسمح ان حد خالص يهوب ناحيته يعني. ما تسمحيش بالاعتداء، فكره الاعتداء دي مرفوضه. قلت له ما بتخليش حد يضربك ابدا يعني.